عايزك يا مريم تشرحي لنا عن نادي توت عنخ آمون. انا عارفه ان هو فريق رجال وسيدات، اشرحي لنا يعني النادي الرجال في يعني في الدوري الممتاز ولا لا؟ السيدات طبعا بومين جدا الحقيقه، وكسبوا الكاس الموسم اللي فات، يعني عاملين شغل جامد قوي. عرفينا على النادي. نادي توت، النادي اتاسس سنه 2019، ساعتها كان فريق الرجال في الدرجه الرابعه وفريق السيدات كان في الدرجه الثانيه. من حوالي سنتين شركة رايت تو دريم استحوذت على النادي. من ساعتها الحمد لله فرقة الرجال قدرنا نصعد من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة. احنا الموسم ده بننافس في الدرجة الثالثة الحمد لله. دلوقتي يعني لعبنا 11 ماتش، كسبنا ال 11 الحمد لله، متصدرين الجدول. فرق ما بيننا وبين المركز الثاني 10 نقط، وفاضل 7 ماتشات. وان شاء الله يعني هدفنا السنة دي ان نصعد ممتاز به. في الفريق النسائي السنة اللي فاتت الفرقة قدرت تلعب دوري ممتاز وقدروا يكسبوا كاس مصر. بس انتوا ما ابتديتوش بالدوري الممتاز؟ لا، الفرقة كانت في درجة تانية. السنة اللي فاتت كانت أول سنة نلعب ممتاز. طبعا كانت أول سنة للفرقة، فكان الفرقة كانت لسه كان بعد الاستحواذ بتاع رايت دريم على طول، فكانت لسه الفرقة بتتجمع. يعني ما كناش بننافس قوي على الدوري، بس الحمد لله قدرنا ناخد كاس مصر. كان اول لقب يخش النادي، وكان يعني انجاز كبير ان النادي يقدر لسه طبعا صاعد للدوري ويقدر ياخد بطوله كبيره زي كاس مصر. الحمد لله السنه دي الفرقه بتنافس. احنا يعني دلوقتي المركز الاول، لعبنا برده 8 ماتشات كسبنا الثمانيه. وان شاء الله يعني باقي الدوري نكمل كده. ولما كاس مصر يبتدي برده ان شاء الله يعني هدفنا ان ننافس فيه.